I intend to be a humble servant of Allah subhanahu wa ta'ala and Rasul sallallahu alayhi wa sallam, to commit to the work of healing myself all around me and to the earth, to draw strength of peace, mercy, compassion and love from all states of ibadah, wajib and sunnah, to clarify my soul, mind and body by observing this intention and the act of dhikr in every breath that I have been given. I seek blessings, guidance and protection from Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, and those who made this intention with me. Let's take this moment to connect with all of our mashayikh, inshallah. Connect our hearts to their hearts so that we will be present, inshallah. And then all of our thoughts must be silenced. Think of nothing else except for the dhikr that you're going to do. وإلى حضرة سيد السادات أشرف المخلوقات خاتم الأنبياء أحمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم ثم إلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وتبعين تبعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وشهداء وصالحين وآئمات راشدين ثم إلى جميع مشايخنا في سلسلة القادرية والششتية والنقشبندية والسحر وردية والسنوسية وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصا إلى روح شيخنا شيخ الإسلام القطب رباني وغوث ثمداني محبوب سبحاني قند نوراني سيد محين الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني حسين الحسيني قدس الله سره العزيز خاصة ثم إلى روح حسن سنجري حمد الولي طاع رسول خاجة معين الدين ششتي قدس الله سره العزيز خاصة ثم إلى جميع رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصا إلى الروح شيخ حادنا ومولانا ومرشدنا قضوا عالم أشك رسول عارف بالله خضر طريق والمعرفة حضر الخاجة خاجقان خضر خاجة حبيب الله شاه ششتيل والكودريا نقشبندية سحر وردية سنوسية وخليفة السلاسل أربعين قدس الله سره ثم إلى روح حادنا ومولانا ومرشدنا نيكض عالم أشك رسول عرف بالله خضر خاجة وجه الله شاة ششتيل والكودري نقشبندية سحر وردية سنوسية وخليفة السلاسل أربعين قدس الله سره العزيز خا ثم إلى روح حادنا ومولانا ومرشدنا نيكض عالم أشك رسول عرف بالله خضر خاجة أنوار الله شاة ششتيل والقادرية نقشبندية سحر وردية سنوسية وخليفة سلاسل أربعين مد ذل علي ودم فيض المتوالي ثم إلى جميع أرواح خلفاء مردين ومحبين في هذا سلسلة مبارك خصوصا إلى الروح حادنا ومولانا ومرشدنا نيكض عالم أشك رسول عارف بالله خضر خاجة كليم الله الشاه
شيشتيل والكودريا النقشبندية سحر وردية سنوسية وخليفة سلاسل أربعين كدس الله سره العزيز خاصة ثم إلى جميع أرواع صوفية من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى جميع أرواع أبائنا وأبائكم يخاذرون خاصة وعمواتنا وعمواتكم عموات المسلمين عما من لدنك آدم عليه الصلاة والسلام أسرار وسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعث الثواب مقرأنا حادية واصلة ورحمة من مواهبك النازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة منك إلى حضرة سيدنا الشفينا مولانا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وتابعين تبعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وشهداء والصالحين وأئمات الراشدين لا سيما إلى جميع مشايخنا في سلسلة القادرية والتشتية والنقشبندية سحر وردية سنوسية وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصا إلى روح شيخنا شيخ الإسلام القطب رباني وخوف الثمداني محبوب سبحاني كند نوراني سيد محن الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني حسين الحسيني كدس الله سره العزيز خاصة ثم إلى روح حسن سنجري حند الولي طاعي رسول
خواجه معين الدين ششتي كلدس الله سره العزيز خاصه ثم الى جميع رضوان الله تعالى عليهم اجمعين خصوصا لروحي حادنا ومولانا ومرشدنا كض عالم اشكي رسول اعرف بالله خضر طريقا والمعرفة خضر الحاج خاجه خاجقا حضر خاجه حبيب الله شاششون والقادرية نقشبندية سهر وردية سنوسية وخليفة يسلسل أربعين كدس الله سره العزيز خاصة ثم إلى روح حادنا ومولانا ومرشدنا نكض على مشك رسول عرف بالله خضر خاجة وجه الله شاء ششتيل والقدرية نقشبندية سهر وردية سنوسية وخليفة سلاسل أربعين قدس الله سره العزيز خاصة ثم إلى روحي هادنا مولانا مرشدنا نكض عالم أشكي رسول عرف بالله خضر خواجة كليم الله شاء ششتيل والقدرية نقشبندية سحر وردية سنوسية وخليفة سلاسل أربعين قدس الله سره العزيز خاصة ثم إلى جميع أرواح خلفاء مردين ومحبين في هذا السلسلة مبارك اللهم تعويل أمور حوف الصحة والسلامة لشيخنا ومرشدنا خضر خواجة أنوار الله شاء ششتيل والقدرية نقشبندية سحر وردية سنوسية وخليفة سلاسل أربعين مد ظل علي ودم فيض المتوالي ثم إلى جميع خلفاء مردين ومحبين في هذا السلسلة مبارك اللهم بركة وسلامة هذا المجلس وأهل هذا المجلس مبارك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ولي الولاء يا سامع دعائي ويا كاشف الضر والبلاء اسرف أن كحر والمرضى والوباء والطاعون والقحط والسكمى وفجاء بالنبي محمد المصطفى ورسول محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسين مجتبى والحسين شهيد الكربلاء يا رب يا رب يا رب صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمهة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمهة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمهة ونفس بعدد كل ما نمن لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على كراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمهة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمهة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمهة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمهة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وصحبه في كل لمهة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ma'adhin al-judi wal-karami wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ma'adhin al-judi wal-karami wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ma'adhin al-judi wal-karami wa alihi wa sallim. Afdalu dhikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Close our eyes and focus on the movement from the left, la ilaha, to the right, illallah, into the heart. And when you do illallah, illallah, point it back to the heart, inshallah. Forget everything else and just focus on the kalima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, 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 la
Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah,
illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Strike the heart with the dhikr of illallah, inshallah. From your right, and then you hit it into your chest. Turn your head from the right into your chest. Illallah, 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 illa Allah, 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 illa Allah,
illallah, 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 la ilaha illallah, hu Muhammadur Rasulullah. Allah,
يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. For the next dhikr, Allahu Allah, we start from the right and then we go into our chest. Allahu Allah, Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah, 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 Allahu Allah,
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jalla jalaluhu wa amma nawaluhu kalimatul haqq bi tayyibah. For the last zikir is Allah. Raise your head to the front and then hit your heart when you mention the name Allah. Allah, 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 Allah. Jalla jalaluhu wa amma nawaluhu kalimatul haqq bi tayyibah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum, ya Habib salam alaikum, salawatullahi alaikum.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حزنك ما رأينا قط يا وجه سروري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات يا هلي اليا سناتي يا رفيع الدرجات كافروا عني وفلي عن سيئاتي آلي مسير وأغفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا صديق سلام عليكم يا فاروق سلام عليكم ذي النورين سلام عليكم رضوان الله عليكم يا علي سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم رضوان الله شيخ لله يا عبد القادر معين الدين للقلب هادر جيلني لله باطر المدد يا عبد القادر يا قطب السلام كم يا غوث سلام عليكم يا شيخ سلام عليكم رحمة الله عليكم يا سلطان سلام كم يا سيد سلام عليكم أحمد كبير سلام عليكم رحمة الله عليكم يا خجا سلام كم معين الدين سلام عليكم يا ششتي سلام عليكم رحمة الله عليكم يا قدير سلام
يا ميران سلام عليكم شاه الحميد سلام عليكم رحمة الله عليكم يا قطب سلام يا إرشاد سلام عليكم يا عريف سلام عليكم رحمة الله عليكم يا قطب سلام يا شيخ سلام يا حبيب عليكم رحمة الله عليكم يا ملا سلام عليكم يا فخر سلام عليكم يا زهر عليكم يا وجه سلام عليكم يا عيني سلام عليكم يا نوري سلام عليكم يا روحي سلام عليكم يا وجهي سلام عليكم نور الله سر الله سلام عليكم روح الله سلام عليكم وجه الله سلام عليكم أنوار الله سلام عليكم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا للأنبياء مرحبا يا مرحبا يا مرحبا للأولياء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم بارك عليه إن شاء الله. Now we will sit down and we would do our rabita, we connect ourselves with all of our mashaykh, inshallah, hence also connecting with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. We take this minute or so to bring to present all of our mashaykh and our teachers. Bismillah. نحمد ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أين شجر سحر وردي يا بركتي يا محمدي يا حبيبي يا قدس الله سر قدس الله أسرائهم حق 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 بسم الله الرحمن الرحيم بحق من قال هذه كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
ألا إلا الله تسير الأمور بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وجمالنا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وجمالنا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وجمالنا قرد الشر شيطان محفوظ مردي طالب عورة رسات شهرداني مهما هذا الشهاب الزقيب ذر ذكر ياد بحشي صادغي موهي قرضي درنو كربحشي بهاك شهوي مصايب المن قد حفا قد حفا فاتحباه صاحب ساقبون إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا نعيك العالم معرف بالله عاشق رسول خضر خاجة أنوار الله شاد ششتيون والقدرية نقشبندية سحر وردية سنوسية وخليفة سلاسل أربعين مد ذل علي ودم فيض المتوالي إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا نعيك العالم معرف بالله عاشق رسول خضر خاجة وجه الله شاد ششتيون والقدرية نقشبندية سحر وردية سنوسية وخليفة سلاسل أربعين كدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خاجي خاجقا قل ذو علم خضر طريق والمعرفة هدر الحاج خاج حبيب الله شاششتيل والقادرية نقشبندية سهر وردية سنوسية وخليفة سلاسل أربعين كدس الله سره العزيز إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خضر مولوي صوفي شاخير محمد صديقي ميروتي كدس الله إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا حضر المولوي صوفي سيد شاه محمد حسيني ششتي قدوسي أويسي رحماني هنا في حجاز مراد أباد كذا سره العزيز إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خضر حافي شاه علي حسين قدس الله إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خضر محمد محمود شاك إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خضر غلام حسين إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خضر السيد شاه علي أحمد كد إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خضر السيد شاه حمزة إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خضر السيد شاه علي محمد سر العزيز إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خضر السيد شاه بركة الله قدس الله سر العزيز إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خضر السيد شاه فضل الله قدس الله سر العزيز إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خضر السيد شاه أحمد قدس الله سر إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خضر السيد شاه محمد قدس الله سر إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خضر الشاه مخضوم جمال عولياء قدس الله إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خضر السيد كيام الدين قدس الله سر إلهي بحرمتي هادنا ومولانا ومرشدنا خضر الشيخ خطب الدين قدس الله
إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر السيد أوذن جنبري قدس الله. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر السيد بهاء الدين قدس الله. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر السيد علاء الدين قدس الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا السيد مخضوم جهنيل قدس الله. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر ركن الدين قدس الله. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر الشيخ صدر الدين قدس الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر بهاء الدين زكريا ملتاني قدس الله. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر الشيخ شهاب الدين سحروردي قدس الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر الشيخ ضياء الدين أبو النجيب سحروردي قدس الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر وجيه الدين أبو حفص قدس الله. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر الشيخ محمد قدس الله سر العزيز. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر الشيخ أحمد أسود دينوري قدس الله سر العزيز. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خواجة علوي ممشد دينوري قدس الله سر العزيز. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خواجة جنيد بغدادي قدس الله سر العزيز. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر خواجة سر سقطي قدس الله سر العزيز. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر معروف كرخي قدس الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر خواجة داود الطائي قدس الله سره العزيز. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر خواجة حبيبي عجمي قدس الله سر. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر خواجة إمام حسن البصري قدس الله سر. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر أمير المؤمنين سيدنا علي مرتضى كرم الله تعالى وجهه. إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا والنبينا خضرة سعيد المرسلين أحمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اشرع صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان واحذنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم. اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان واحذنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان واحذنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمد ونصلي على رسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شجرة سنوسي يا حبيبي يا رضوان الله عليهم أجمعين. هو هو هو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال وبكل لسان ومقال بحكيم قال هذه كلمة طيبة كشجرة طيبة عسلها الثابت وفرعها في السماء
ألا إلا الله تسير الأمور بهك لا إله إلا الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهك لا إله إلا الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهك لا إله إلا الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وجمالنا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وجمالنا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وجمالنا إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا والنبينا حضرة خواجة سرور عالم سعيد العلم خلفاء كائنات موخار موجودة أبو القاسم سيدنا أحمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين وبرك السلم إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر خاجة خضير عليه السلام إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر عبد العزيز الدبخ الصاحب قدس الله سره إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر عبد الوهاب الطازي صاحب قدس الله إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر أحمد بن عيدرس والي صاحب قدس الله إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر إبراهيم راشد والي صاحب قدس الله إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر صوفي صاحب قدس الله إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر عبد الحق صاحب قدس الله إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر سيدنا سيد أحمد الشريف السنوسي صاحب قدس الله إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خضر السيد مرتضى صاحب قدس الله إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا خاجي خاجقا قض علم خضر طريق والمعرفة خضر الحاج خاجة حبيب الله شاه ششول والقدرية نقشبندية سحر وردية سنوسية وخليفة سلاسل أربعين قدس الله سره العزيز إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا نيقض على معرف بالله عاشق رسول خضر خاجة وجه الله شاء ششول والقادرية نقشبندية سحر وردية سنوسية وخليفة سلاسل أربعين قدس الله سره العزيز إلهي بحرمة هادنا ومولانا ومرشدنا نيقض على معرف بالله عاشق رسول خضر خاجة أنوار الله شاء ششتيل والقادرية نقشبندية سعر وردية سنوسية وخليفة سلاسل أربعين مد ذل علي والذما فيض المتوالي اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله. We have come to the blessed part of the majlis, also the most blessed part of the majlis, يعني we recite the dua of the khatam inshallah of the majlis, and we'll pause for a while. When we pause, inshallah, make dua, make your own hajjat with the blessings of the dhikr and the salawat that we have done, and also the blessings of the shajara, yani the silsila, the lineage of teachers that we belong to,
And we have called out each and every one of their names. May their presence bring us blessings, inshallah. And we make dua for ourselves, our parents, our brothers, our sisters, our teachers, everyone, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq on this very blessed night, inshallah. Ameen, ya Rabbul Alameen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wa mursaleen. As-sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اشرح بصلاتي عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آملنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسناتنا وآنس بها وحشرتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وأن أيماننا وأن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذل يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها يا رب موازين حسناتنا وآدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ونحن آمنون مطمئنون فرح مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخل لنا مدخله وتوينا إلى جوائه الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمطعنا اللهم في دارين برعايته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشمنا في زمرته الناجية وحسبه مفلحين وانفض بطوات علينا قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنية وأوردنا هوض العسفة واسكنا بكأس العوفة ويسر علينا زيارة حرامك وحرامه من قبل أن تميتنا وعلم علينا إقامة بحرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم إلا أن نتوفى اللهم إنا نستشفه به إليك إذ وهو عوجه شفهاء إليك ونقسم بحكي عليك إذ وهو أعظم من أقسم بحكي عليك ونتوسل به إليك إذ وهو أقرب الوساء إليك سلام قولا من رب الرحيم 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 سلام قولا رحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
نشكو إليك يا ربي كثرة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول أعمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعة والحجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت يا ربي بك ننتصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا على فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تباعدنا وببابك ناكف فلا تضرنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مالنا وحكم بزيادة آمالنا واختم بسعادة آجالنا هذا الذل الظاهر بين يديك وحلهنا لا يخفى عليك أمرتنا فارتكينا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسأل إلا أفؤك فاعف عنا يا خير المعمول وأكرم المسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الكريم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بنيتك أبو تعويل أمور حفظها وسلامة لي محمد فيروز الدين son of Muhammad Sharif summa ila Muhammad Shazwan bin Rahman Baba wa Hilman Hazik bin Rahman Baba summa ila Adam akhina Adam summa ila jami'i mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat ya Allah ta'awil muruhum fi siha wa salama al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب والذوائح وعافية أبدان وشفائها ونور أبصار وديائها وقوة أرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بحق الفاتحة وبالعظمات الفاتحة وبالقوة الفاتحة وبجلال الفاتحة وبجمال الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة استجب كل حاجاتي في هذا الساعة مبارك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تعويل أمور في الصحة والسلامة لمحمد فيروز الدين سنرف محمد شارف ثم إلى محمد شزوان بن رحمن بابا وهلمن هازك بن رحمن بابا ثم إلى آدم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى جميع إخوان وأخوات في هذا المجلس وهذا السلسلة مبارك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الكريم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين My beloved seekers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Alhamdulillah, our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for having gathered us here tonight on this very blessed Thursday evening in a state of good health and iman. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us in this state and increase our iman and our taqwa and give us husnul khatima. Ameen. Ya Rabbal Alameen. Alhamdulillah, we live in a time that we could be anywhere else and we are able to, although we are physically not anywhere. We can be anywhere by through our phones and our computers. We can be traveling in the world. Little do we know that such convenience can also be an illness for us. That the minute we open our phones, we allow our mind to sail away. We have forgotten sometimes that the greatest gift that Allah subhanahu wa ta'ala has given us is the akal, the intellect. As this day and age, we take these gifts lightly and we allow it to be carried with the waves of whatever that we have in our hands. For a moment, we can be having class on Zoom, and the next moment, we can be chatting with our friends on Zoom, etc. Every moment that we're giving ourselves to these platforms, we are actually fully concentrating. Just yesterday, I was telling everybody, maybe it was this class, I don't know what was the conversation. But if we take a magnifying glass and on a hot day, we take the magnifying glass and we put where the rays of the sun is shining and we channel the rays of the sun in through the magnifying glass and we allow it to shine on the paper. What will happen to the paper? It will burn. Because of what? The rays of the light from the sun are concentrated through the glass. This is the purpose of our akal. The akal is like the magnifying glass. It concentrates all of the nur from Allah subhanahu wa ta'ala that we get from the tajalli of dhikr and the light of dhikr, from the light of what, of prayer, of learning Islam, all of this tajalli, we gather it through the akal. And through the akal, we shine it upon our hearts, accept that this is a fire that does not destroy us, but this is a fire that cleanses us. This is the fire of what? Of dhikr, of love, of mahabba to Allah wa Rasul. So each time when we are doing dhikr, as much as the mind likes to wonder, as much as we have 1,001 questions about dhikr, sometimes we question it. We have no questions while watching Titanic for 3 hours. Whatever movie we've been watching, Hindi, whatever. We can sit down and we can concentrate and watch, right? Imagine if that concentration for 3 hours, you're able to give it to your heart while you're making a dhikr. What kind of presence would the heart have? What kind of effect would it have? The same. Because we're constantly repeating these words. We're repeating these words of what? The sacred words. You know, there was a man, this happened in Turkey with the great Sheikh Muzaffar Ozak Acirahi. And the story was narrated by Sheikh Tosun in his memoir. So my wife was sharing with me about the story while she was reading the memoir of Sheikh Tosun. So she said there was, while Sheikh Muzaffar was in the West, he traveled spreading dhikr in the West. The Turkish ambassadors would usually visit him. So there's one form of, one time, I think it was in France or somewhere in Europe, the Turkish ambassador for that, you know, that locality visited Sheikh Muzaffar. So, and then Sheikh Muzaffar said, you know, verses of Quran can cure us. Verses of Quran can cure us. And then the Turkish ambassador said, you know, that's a very, how do we say that? A very backward way of thinking, he said. So then Sheikh Muzaffar turned to him and Sheikh Muzaffar said to him, you are an ass. Basically like a donkey. You know, he scolded the fella, you know, you're stupid, you're useless, you're worthless, you know, all these kind of words. And you can see from the face of the ambassador that he was turning to become someone who's very angry. But he held his tongue. Just when everybody was just afraid of what's going on, Sheikh Muzaffar stopped and he says, look, the minute I call you and ask, you have already become red. Imagine what we would do if we were to recite Quran on you.
So this is the hikmah. Now imagine, if reciting Al-Quran for some of us is heavy, we should not stop it, of course. But imagine if we were to consistently be repeating dhikr. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yeah, the full kalima, oh, la ilaha illallah. And of course you either begin it and you end it with Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imagine if you were to do it and you were like the, you know, just giving the same focus. Right now, if I someone were to call you, hey, Mohsin, you stupid, I will immediately be very what? Focus, right? And that focus will lead me to become what? Angry. The same thing. If we were to tell ourselves, La ilaha illallah, there is no one that is worthy of worship except for Allah, the heart will turn away because it does not entertain its ego. Sometimes we'll find it boring. Why this ustad dhikr, no singing? Only zikir, zikir, zikir. Why he is not singing? Why is he not singing? I'll be more happy. Right? It's the trend now. So sadly, this ustad doesn't know how to sing. Very bad at singing, but he can, you know, shout lah maybe. So when we start to do zikr, the heart says something else, something else, something else. But Allah subhanahu wa ta'ala says this is the best medicine. When you start to what? Annihilate everything in you and you just affirm me within you. La ilaha illa. And bit by bit, when we start to do that, the heart will become what? Turning towards the light of Allah subhanahu wa ta'ala. For Allah is the light of the heavens and the earth. Which means Allah subhanahu wa ta'ala has placed that light within us. We have to make the effort to turn our hearts away from the nafsu, but make it look and focus towards the light of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what it means to be making dhikr. So when you're focusing on the light of Allah, is there a need for any tunes? All you need to do is what? Focus. Just like the what? The magnifying glass. Does it need any battery? No, it does not. Does it need any other thing? It does not. Why? Because it was created to be focused. Oh, Ustad, we're not magnifying glass. We are not created to be focused, one might say. But go back to the Quran. Allah says, I have created the jinn and the man to what? The insan to worship me. Which means within you there is the potential to focus on the light of Allah. And to worship means to know Allah subhanahu wa ta'ala. But is it going to be easy? No. Is it going to be really difficult? No, not really. But there will be a struggle. So it's not easy, nor is it difficult, but there will be what? A struggle. But the struggle can be made lifted, can be, the burden can be made lighter, khafif. How? By remembering Allah. He was the one who gave you this potential. He was the one who showed you the potentiality of the self. He was the one who showed you what you are able to achieve. All what do we need to do now is focus. Just be like the magnifying glass. Many of us are not able to function without our what? Glasses, correct? Many of us. If we sit down and think, who am I without my glasses? I cannot come for zikir, I cannot go to work, I cannot do my texts, my phones, etc. The glasses, we bought them once and they're constantly working for us, for our sights to be corrected and adjusted. Our zikr is like those glasses. It will sharpen our iman. It will sharpen our akal. And like yesterday, we were making the dhikr in Muhyiddin Ratib. La ilaha illallah yuhyi akali dhikrullah. La ilaha illallah. There is no God that is worthy of my worship, worthy of my focus, worthy of my attention, except for you, Allah. Yuhyi qalbi, yuhyi akali. Give life to my akal with the dhikr, with the, your remembrance. La ilaha illallah yuhyi qalbi dhikrullah. Oh Allah, there is no one that is in my
view except for you. Give life to my heart with remembrance of you. La ilaha illallah yuhyi hayati dhikrullah. Oh Allah, give me, there's no one here that except for you, la mawjuda illallah, and give me this life full of, give life to this life so that I can be through dhikr, through remembrance of you. La ilaha illallah yuhyi mawti dhikrullah. There is no God that is worthy of worship, worthy of anything. There is no God, there is nothing that is existing except for you, Allah. Yuhyi mawti. Give life to my death. You know, nowadays people like to use the word give life to life. This is for people of dunya. But for people of tariqah, people who are ahli dhikr, they give life to life and their life will give life to their death. That means their death will be full of light. When they enter, when the malaikat maut comes to take their soul, they will be very happy. Alhamdulillah. Malaikat maut will give assalamu alaikum. You give wa alaikum assalam. Awliya Allah have said, what took you so long? Been waiting for you. Why you take so long? We might be giving, you know, I'm getting ready some money to give him so that, you know, he can come back another time. Raswa. All the more he will come and say, come faster. Painful way I'm giving you. So we have to give life to our death through what? Remembrance of Allah. So for people who say dhikrullah is very kolot, zikir ni orang kampung-kampung lah. And then they have not understood the life that dhikr can give to you. The power and the guidance and the light that dhikr brings. Sadly, many people are alien to dhikr majlis today. But they are not alien to what? Sharahan with multiple lights going on. Get what I'm trying to say? You know, like all these kind of things like HD, you know, this kind of thing. But when you ask them to say la ilaha illallah, they say 1, 2, 3, most to most 100, then they get what? Tired. No difference are we than our 2-year-old toddlers that are running around. I have one, so I know. How long can you keep them doing one toy? 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Most to most 45 minutes, like I've seen him with one toy. 45 minutes. That's the longest. For 2-year-old, that's mashallah. 45. You do my, I don't know what it was, like some wooden thing. After that, he's finished. He doesn't want to look at it. Same like us. We make dhikr. Week in, week out, this Mohsin, nothing else. La ilaha illallah, 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 illallah. What he illallah, don't know what he's doing. Because it's not about the external, but it's about the effect that it gives within. The magnifying glass. That's what we're looking for. The light that passes through it and the effect it gives in the heart. Eh? So, drop the glamour and start making proper dhikr. That's the most important nasiha I give for myself in this Muharram. May 1442 make us ahlul dhikr. Eh? That are sincere in the work that we do, that we become people who are lighted up in our life, in our minds, in our hearts with the light of dhikrullah. That our relationships are being lit up with the power and the strength of dhikrullah. And that all of our illness be burnt away with the power of dhikrullah. That all of our poverty be taken away and given us richness with the power of dhikrullah. And then all of our anger, our envy, our arrogance, our greed, and all of the illnesses of the heart is being purified. And to be in a state of dhikrullah, that the heart becomes a mirror of the light that is within, that Allah has mentioned, that Allah is the light of the heavens and the earth. May our body be a witness to the words that we utter, يَعْنِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول الله, so much so that when we are buried in the ground, that we, wherever we are, we will be resurrected with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. That the ground, even when it
it swallows us, the earth that swallows us would follow our hearts and be making dhikr. And then we are preserved with the dhikr and the light and the power of dhikr. And then we'll be gathered with those who lift dhikr. Like the great Sheikh Abdul Qadir al-Jilani wa Khaja Mu'inuddin Chishti wa Sheikh Bahauddin al-Naqshbandi wa Sheikh Abu Najib al-Suhrawardi and all of the great mashayikh of Turuq, and that we, when we're with them, they bring us to Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. May Allah bless this jama'ah, bless our teachers, bless our parents, bless our children, bless all of them that have been with us and will be making dhikr with us until the end of times, and bless this place being centered that they had served all of his people. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Nabi al-Karim, alhamdulillahi rabbil alameen. Takaballah minkum. So alhamdulillah, we've come to the end of our weekly Thursday dhikr. I thank you everybody for tuning in and joining us from wherever you might be. Just a few announcements that there are some of the classes that we are starting to host physically here at the center, the Sunday class being one of it. So if you like to come for the Sunday class, do update the Being Center admin so that we can also make space and see how many people we can fit here with according to social distancing, etc. And then and also the purification of the heart class is coming to an end soon. So if you are part of the class, do let us know that if you'll be joining the final class, inshallah. What's coming up next? I'm still thinking. I have a few options. We'll see what comes up, inshallah. Besides that, if you like to support us, do visit our webpage, and there is a donation page there. And the funds that comes through Being Center would help us in to sustain the work that we do here. We'd like to thank all of you who have contributed, and we are open to for people who like to help us in any ways, be it financially or even start helping us physically, etc. And we would like to thank all of you. Even if you spread the word about the work that we do, that also is a great contribution for us. May Allah benefit and increase all of your wealth. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.